مستمرة؟ طبعا أنا تعلمت البلوت من زوجي من تقريبا مدة سنتين، فأول ما شفت في تسجيل ومسموح بالنساء للتسجيل هذه الفترة فقدمت التسجيل وحطيته طبعا مع شريك هو. أول ما كنت أتوقع أنه راح يكون في موافقة وكذا، فلما جاءت الموافقة الحمد لله تحمست وجيت اليوم إن شاء الله. هذه أول جولة لنا. أول شيء كانت لعبة محكورة للرجال يعني دائما، فبعض الألعاب الواحد اللي بيقول ما هي بلكم الواحد يبغى يعرفها، فكشغف مني أبغى أعرف اللعبة كيف يلعبونها الرجال وكذا، فتعلمتها معها. اللعبة ممتعة وأتمنى تكون القوة بعدين للبنات أكثر من الرجال في هذه اللعبة. صح أنهم من زمانهم يلعبونها من 50,000 سنة يمكن، بس إن شاء الله السنوات الجاية تكون بعد مشاركين فيها البنات يلعبون فيها. البطولة تستهدف فئة الرجال كما كان في نسختها الماضية، إضافة إلى العنصر النسائي كأول مشاركة لهن في هذا النوع من المنافسات. سواد بن بجاد لقناة الإخبارية الرياض.